اما بمحطتنا ومساحتنا الجديده دم صباحنا غير لليوم، رح نحكي عن موضوع كثير مهم وخاصه بهذا الوقت كونه نحن بحمله ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه. كثير عم نسمع عن هي الحمله سلمى واهميه التوعيه عند المراه. اكيد رشا، وكل سنه بيكون عندنا هال 16 يوم بالعالم كله اللي هو بيشمل فيه عدد كبير من الايام السنويه اللي تبدأ من العنف ضد المرأة وبتنتهي بحقوق الإنسان، اللي هو بيكون آخر يوم من 25/11/16 يوم. طبعا ضروري جدا لأنه هي المشاكل ما عادت فقط ظاهرة مثل ما الناس بتفكر أنه هو تعنيف ضد المرأة ضربة، هو عم يدخل بالأسرة والمجتمع والطفل وحتى الرجل، جرائم، حتى صرنا نتوصل لمرحلة الجرائم. رح نحكي أكثر عن موضوع الحملة وأهميتها مع ضيفتنا لليوم والأخصائية النفسية رشا عمره. يسعد صباحك. صباح أهلا نور. وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم لما بدنا نحكي عن العنف ضد المرأة أو بدنا نحكي بشكل عام عن التعنيف، خلينا نبلش نحكي عن المفاهيم اللي دخلت للعالم كلياته. بلشنا نعرف شو يعني معنف، شو يعني انواع العنف بشكل عام، او العنف العنف القائم على النوع الاجتماعي، اذا فينا نبلش فيه. هلا اول شيء نحن اذا بدنا نحكي عن العنف، العنف بمفهومنا المجتمعي هو عباره عن شخص ضرب شخص تماما، ولكن العنف بمفهومه الواسع بيشمل كثير انواع، من العنف النفسي ومن العنف الاقتصادي والعنف الجنسي والعنف الاجتماعي. طبعا القائم على النوع الاجتماعي يعني انا بميز المرأة عن الرجل ببعض الاعمال، انا ما بقدر اوظف سيدة بمكان لانه هي سيدة، او ما فيني اوظف رجل لانه هو رجل. القائم على النوع الاجتماعي ما بنحدد فيه فقط مرأة، ولكن ممكن يكون رجل. ولكن ضمن الحملة نحن هلا عم نحكي عن حملة العنف القائم ضد النوع الاجتماعي الموجه للمرأة، تمييز المرأة. هاي الفكرة اللي نحن هلأ عم نعملها بالحملة. الفكرة الثانية إنه المرأة بمجتمعنا السوري نحن بنمشي على العادات والتقاليد، فهي ما بتعرف أصلاً إنه هي معنفة. صح. يعني أبسط مثال إنه لما بيكون في طفلة رايحة تتزوج عمرها 17 سنة، أنا بعتبرها طفلة، فهذا من ضمن العنف، الزواج القصري، او مثلا ببعض القرى الزواج القصري، انه احنا بنجبر البنت لازم تتزوج، هذا نوع من انواع العنف. اذا بدهم يسالوني مثلا شو نوع العنف الاقتصادي، لما المراه بتكون ببيتها المفروض تكون محصنه ويكون انه الزوج عم ينفق عليها، فبمفهومنا نحن بمجتمعنا الشرقي انه انا عم جيب اغراض البيت وانا عم قائم باشياء البيت وكل وبيتم البيت، وبيتم تهديده ايضا تماما، فما في داعي انا اعطيكي مصروف لإلك. هيك بمارس عليها هذا عنف اقتصادي وبيمنع انه تشتغل. صحيح. تمام. عم نذكر انواع بالموضوع العنف، ذكرنا الاقتصادي وزواج القاصرات، في شيء انواع ثانيه حابه تضوي عليها قبل ما نفوت بتفاصيل الحمله؟ هلا اهم شيء نحن أنا بتمنى بعد هالوقت الطويل، الأزمة اللي مرينا فيها، العنف اللي بيمنع البنت إنه هي تكمل تعليمها، يمكن هذا أهم نقطة، وخاصة بهذا الوقت هي كتير مهمة وكتير ضرورية، وكتير عم نشوفها هلأ آثار السلبية بهالوقت هاد، إنه في كتير سيدات فقدوا أزواجهم، فقدوا المعيل تبعهم، هن لا حول ولا قوة. صحيح. فالعنف إنه الأهل بيمنعوها تكمل دراستها، أو زوجة بيمنعها، أو المجتمع أو العائلة أو أي حدا بيمنعها، وهذا أكبر عنف عم يقع على المرأة. طيب كمان أستاذة رشا، خلينا نحكي اليوم تفاصيل حالة العنف بحد ذاتها، لبين ما السيدة أو الصبية تعرف أو هي تكون عندها قدرة أنه هي تستوعب أنه هي عم تتعرض للعنف، تحاول تلجأ لملجأ قانوني أو مساحة آمنة من المساحات الآمنة المتوفرة عنا بسوريا أو غيرها من الأماكن، في مرحلة كتير صعبة بتكون خايفة مترددة، وكمان بنفس الوقت بتقول يا ترى رح أقدر أوصل لحقي ولا رح يزيد الموضوع سوء. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل مشان إذا في سيدة عم تسمعنا ممكن تستفيد من هذا الحكي. أنا كتير بشكرك على أنه لفتي نظر العالم لهالموضوع. أول شغلة أنه نحن في عنا منظمات وفي عنا جمعيات وفي عنا كتير مراكز ومساحات آمنة، كتير كتير عنا عم تسعى لحتى تنشر الوعي للسيدات انه نحن موجودين، تعالوا لنساعدكم. ونحن كأخصائيين نفسيين دائما على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل المساحات الآمنة، وخاصة هلأ بهي الحملة، انه نحن موجودين اذا كنتوا عم تتعرضوا لأي نوع من انواع العنف، او انتوا حاسين انه هن ما عرفانين انه هن عم يتعرضوا بس حاسين انه في شيء غلط، اي في شيء غلط،
فتعالوا نحن بنساعدكم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية النفسية. هلأ أحلى شغلة صارت، أحلى شيء ممكن هن نقول أنه صار بالنسبة للعنف، أنه التغت جريمة الشرف، التغت المادة 548، يعني ما بقى في أي حدا ممكن يقوم بهاي الجريمة ويقول أنا عم دافع عن شرفي تماماً، وينتهك حقها لهي الأنسة ويقول والله أنا عم دافع عن شرفي. هلأ ما ضل فيه، حتى شفنا جرائم كتير ما كانت بقصد الشرف ولكن تهرباً قانونياً تماماً، كانت تنحط بهذا المكان تماماً، دفاع عن الشرف تمام. هلأ أي سيدة ممكن هي عم تحس أنه عم تتعرض للعنف، مثلاً رح أعطيكي مثال، سيدة متزوجة أسرة زوجة أو زوجة أجبروا أنه هي تتنازل عن أولادها مقابل تأخذ حقها بالطلاق، أو تتنازل عن مهرها لحتى تتطلق، أو تتنازل عن شيء بتملكه لحتى يطلقها، هذا نوع من أنواع العنف. صحيح. هلأ هي فيها تلجأ للقانون وفيها تقول أنه هي عم يطلب منها هذا الشيء القسري لحتى هي تخضع لهاي الأمور بكل بساطة. تمام. والنقطة اللي ذكرتيها كتير مهمة اليوم، أنه أحياناً تنجبر الأنثى لتعمل شيء كرمال، بتقلك أنا كرمال أولادي، أنا ما بدي، يعني ما بدي أخرب بيتي، نظرة المجتمع، أهلي للأسف. ما بسمحوا لي، قرايبين مدري وين بدهم يحكوا، هاد النظرة عم تخلي كل يعني يوم عن يوم عم يزيد الموضوع سوء عندها. فاليوم نحن بحملات التوعية عم نعمل، عم نقدم رسالة. خلينا نحكي عن أهمية هي الحملة، وكيف شفتي اليوم تفاعل النساء؟ خبرينا عنها أكثر. يوم عن يوم عم يزيد تفاعل النساء معنا، يوم عن يوم عم يزيدوا السيدات اللي هن عم يعبروا بكل الوسائل المتاحة قدامهم أنه نحن موجودين. قدي عنا تعنيف لك. مو بمعنى تعنيف، بقدر ما أنه ما بيعرفوا حقوقهم. صحيح. هن عم يقوموا بواجباتهم وعم يتنازلوا عن حقوقهم كرمال هن بدهم يعيشوا. صح. في كتير سيدات هلا في بازارات عم تصير بتدعم هاي السيدات، في مثلا جمعيات عم تمكنهم اقتصاديا لحتى هن يكونوا معيلات لنفسهم، ما يكونوا قاعدين وخاضعين، وعم يقوموا ببيع هاي المنتجات تبعيتهم رغم بساطة، بس هن عم يشعروا بسعادة كتير كبيرة انه هن عم ينجوا عم يعملوا شيء، وهي شغلة كتير منيحة. والحملة كمان يعني بالإضافة لأنه هاي الشغلات الاقتصادية، ونحن بنقول أهم شيء الاستقرار المادي للمرأة، كمان في دورات تمكين لإلها، في تدريب لإلها، في جلسات توعية لإلها لتعرف شو إلها وشو عليها ولمين تلجأ وين تروح. هاي شغلة كتير مهمة، مرة على مرة وسنة على سنة عم تزيد هدول، عم تزيد الشريحة السيدات، حتى في رجال كتير عم تشارك انه هن ضد هذا العنف، وهي شغله كثير نقطه ايجابيه عم تصير عنا اليوم. استاذه رشا، خلينا نحكي بالمفهوم العالمي، المراه اللي تستطيع ان تخرج من العنف وتتوجه للمعالجه تسمى امراه ناجيه، والضحيه هي اللي ممكن تكون توفت او قتلت بسبب اي شيء من هذا العنف. اليوم قديش بيتم التعامل مع الناجيه بشكل مختلف نفسيا، لانه هي ممكن تكون اخت، ممكن تكون ام، ممكن تكون ربت اسره، فقدت معيل او اي شيء، وبالتالي نحن عم نقول هي المراه هي نواه المجتمع ايضا. تمام. هلا دائما بالحالات اللي بتجيني من هدول الناجيات بيتم بالتعامل معها بسرية، هي أول نقطة. المواضيع اللي بتكون عم تنطرح بالجلسة بيني وبينها قديش بتكون مؤلمة، قديش بتكون حساسة، قديش بيكون نحن بدنا نعطيها مساحة أمان، مساحة حرية وخصوصية لحتى هي تقدر تحكي وتقدر تعبر. صحيح. لأنه في كتير مواضيع حساسة بالعنف يطبق على هاي السيدة هي ما بتقدر تحكيها لأنه عيب. أسوأ شغلة ممكن هي أعطيكي مثال على مشكلة صارت، مثلا الطلاق العاطفي اللي بيوقع على السيدة غصب عنها، هي قاعدة ببيتها مجبرة أنه هي تكون عم تقوم بواجباتها المنزلية والزوجية والأسرية، بس هي مهجورة. فهذا كتير له أثر نفسي سلبي سيء عليها كأم بدها تكون عم تربي، كسيدة معطاءة بالمجتمع، كشخص كإنسان موجود بهاي الحياة. بالنهاية هيك لقائنا اللطيف معك، بدنا هيك نصائح منك من خلال الحملة اللي صابتوها. شو أهم، قبل ما نروح للنصائح، بس شو أهم الحالات؟ يعني كان في حالات مشتركة بين النساء أو لا، كان في تنوع بالمواضيع؟ هلأ فينا نقول أنه بعض المناطق اللي هي المناطق الشعبية شوي كان في نوع من التعنيف أكثر من المناطق.
المناطق اللي بتكون أقرب للمدينة، لأنه بتكون يعني نوعا ما هنيك في عادات وتقاليد تحكم هذا المجتمع هنيك. في تشابه ببعض الحالات، بس ما وصلنا لدرجة أنه تجينا سيدة كلها مضروبة أو ممارس عليها العنف الجسدي، لأنه هي ما تطلع لحتى تموت للأسف. طيب خلينا كلمة أخيرة بتحبي توجهيها اليوم لكل حدا عم يسمعنا، لكل امرأة اليوم قادرة أنه هي تكون ناجية. بقول لهم أنتوا ابتسامتها قوة، خليكي قوية وكوني أنتي، ونحن موجودين لحتى نساعدك بأي وقت وأي مشكلة. قد ايه حلو هاي العبارة، كوني أنتي، عن جد يعني بكل وقت لازم نشتغل على هاي القصة. نشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم التوفيق ضمن حملتكم. شكرا رشا. شكرا لكم.